بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الحلقة رقم 19 من كورس الريفت الإنشائي. الحلقة اللي فاتت خلصنا نمذجة التسليح لكل العناصر الإنشائية جوه برنامج الريفت. النهاردة بقى هنبدأ في الموضوع بتاع الإكسبورت أند إمبورت فروم أند تو أوتوكاد، يعني نستورد من الأوتوكاد للريفت أو نصدر من الريفت للأوتوكاد. هنبدأ بالحاجة الشائعة غالبا إن احنا بنستورد من الكاد للريفت. فأول حاجة بفتح بروجكت، وبعد كده بتأكد من اليونتس بالأمر اختصاري UN أو من مانج بروجكت يونتس، خليها بالمتر، اللينس بالمتر، تو ديسيمال بليت. اوكي كده انا ظبطت اليونتس. تاني حاجة ان انا اظبط المناسيب بتاعت المشروع بتاعي، يعني اجي كده من اي فيو واتاكد من منسوب من مناسيب، منسوب البي سي ليفل، الار سي ليفل، الجراوند، الفيرست، السكند، ثيرد، ايا كان بقى عدد الادوار. طيب دلوقتي بعد ما خلصنا المناسيب، دلوقتي اول حاجه هحتاجها ان انا مثلا استورد لوحه المحاور والاعمده من الكاد عشان اظبط المحاور الافقيه. فهاجي اقف مثلا في البلان بتاع البي سي ليفل اللي هو اقل بلان مثلا، بعد كده افتح لوحة الكات اللي فيها لوحة المحاور والاعمدة ولوحة الفاونديشن والبدروم والارضي وكل ده. اهي لوحة المحاور والاعمدة، فخليني هاخدها كده، وبعد كده كنترول سي، وبعد كده افتح نيو دروينج، خليها امبريال مثلا، واعمل هنا كنترول في واحطها في اي مكان. مش هتفرق لانها دلوقتي لما اروح اصدرها الريفت هعرف انا هظبطها ازاي، يعني زي ما هنشوف مع بعض. طيب دلوقتي انا كده خلاص حطيتها في لوحة جديدة لوحدها. اتأكد من اليونتس بقى باختصار UN، واخلي اليونت اخليه بالمتر، تمام اوكي. بعد كده اعمل اسيبه بقى save as، اسميه بأي اسم وليكن drawing one مش هيفرق. بعد كده اروح للريفت، اقف في المنسوب اللي انا هستورد فيه اللوحة دي، وبعد كده اقفل بس اللوحة اللي انا عملت لها سيف دي. وبعد كده من قائمة insert import cad اللي هي كنت مسميها drawing one. في بقى شوية حاجات كده بنظبطها الاول. طيب ايه بقى الحاجات دي؟ بريسيرف دي لو انت عايزه يحافظ على لون كل لير زي ما هو، تمام. البلاك اند وايت لو انت عايزه يستورد كل الرسمه ابيض واسود، فيفضل نخليها دي عشان بس الالوان ما تضايقناش يعني. اللايرز، هل انت اول انت عايزه يستورد كل اللايرز، عايزه يستورد اللاير الزهره بس، بتختار من فيزيبل سبيسيفاي لو عايز تستورد لايرز معينه. خلاص فخليني دلوقتي هقول ان انا هستورد كل اللايرز. الامبورت يونتس دي حاجه مهمه جدا ما ننساهاش، ان انت دلوقتي خلاص ظبطت اللوحه كات انها بالمتر، فلازم تختار من هنا الامبورت يونتس بالمتر. وبليس ات، تتاكد ان انت بليس ات البلان اللي انت واقف عليه. بعد كده هقول اوبن، تاني الاقيها اهو استوردها بس متحركه شويه. يعني بصوا الفيو ده، الايست والويست والنورث والساوث، هتلاقيهم يعني كده في جزء من المبنى مش جاي، فانا لازم ادخلها هنا في النص او احرك الفيو لبره. فعندي حلين، يا اما امسك الفيو كده واعمل له موف لبره هنا، او الحل التاني ان انت ممكن تحرك اللوحه نفسها تدخلها جوه. خلاص هتختارها كده وتيجي بص، لو جينا ننقلها امر موف كانت موف بند اليمنت. ليه؟ لان اللوحه لما بتستوردها بيكون معمول لها حاجه اسمها بند، طب انت لازم تعمل لها ام بند من هنا عشان تقدر تحركها. خلاص ام بند، تمام انا كده خلاص عملت لها ام بند. اجي انقلها بقى عادي هتتنقل معايا. انا كده دخلتها اهو في النص في الفيو، فلما اجي ابص من اي فيو هلاقيها. طيب جيت بعد كده انا خلاص كده ظبطتها، محتاج بقى ان انا اظبط المحاور نفسها اعملها، تمام. هاجي من structure
جريد زي ما كنا بنعمل بالظبط، بس هنا هختار ايه بقى؟ بيك لاين، لان هنا عندي الخطوط هعمل لها بيك. اي حاجه بنستوردها استوردناها من الكاد وعايزين نرسمها دي، لما تتفتح لي القايمه دي هختار بيك خلاص. واجي كده اختار المحور الافقي ده، تمام. انا عايز ارقمه بالارقام اللي هي 1 2 3، هو الديفولت ان هو اتعمل شيء. لا طب انا عايزه يتعمل بعد ما اعمل اول واحد اسميه انا واحد، اللي جاي بقى بعد كده هيبقى 2 3 4 وهكذا. فكده اجي اكمل استراكشر جريد بيك اهو، هلاقيه عمله لي 2 من نفسه، 3 4 5 6، تمام. كان في هنا اهو محور تاني ما خدناش بالنا منه. طيب كده انا عملت كل المحاور اللي هي الافقية، نيجي نعمل بقى المحاور الرأسية. اجي اعمل اول واحد من هنا بس اسميه، عايز اسميه اي بي خلاص اسميه اي بقى، واللي جاي هيفهم من نفسه، تمام. كده من استراكشر جريد اكمل بيك بي اهو، سي دي اي اف جي، تمام. انا كده عملت كل المحاور. لو عايز اغير في اسم اي محور عرفنا بنختاره بس كده واغير الكتابة براحتي، تمام. طيب كده احنا عملنا المحاور الافقية والرأسية. ناقص حاجتين مهمين بقى قبل ما اكمل. اولا اقف كده في النورث اتأكد ان المحاور دي كلها بتمر بكل المناسيب، تمام. اشد دول تحت كده، تمام. اجي اقف في الايست، تمام، بس برضو هحتاج اشد دول تحت شوية، تمام. انا كده اتأكدت ان كل محاور المناسيب المحاور الافقية والرأسية بتمر بكل المناسيب عشان تبقى موجودة في كل الادوار يعني. دلوقتي ناقص ان انا اتاكد من اليونتس بس. تعالى في البي سي ليفل، هنا هنلاقي ان بصوا يعني اللي مش قادر افرق ما بين الرسم بتاع الكاد والرسم اللي انا عملته على الريفت. طيب اظبطها ازاي دي؟ من فيو فيزيبيليتي جرافيكس هلاقي فيه هنا حاجه اسمها الامبورتد كاتيجوريز، هلاقي فيه الهاف تون دي افعلها بحيث ان هو الحاجه الامبورتد اللي هي الكاد تبقى خفيفه شويه، هلاقيها ايه اللي تحت هي بقت خفيفة شوية رسمة الكاد، تمام. طيب عايز اتأكد دلوقتي بقى من الدايمنشن، دي الدايمنشن اللي جاية من الكاد كانت 4.9 متر. طب انا عايز اتأكد انها مظبوطة على الكاد على الريفت من قايمة انوتيت الاين، اتأكد من بعد من المحور ده والمحور ده، تمام. 4.9 متر، يبقى كده اليونتس مظبوطة. في مشكلة بقى دلوقتي، لو انا دلوقتي حبيت ان انا اختار اي حاجة في المحاور اللي انا عملتها على الريفت هلاقيه ان هو بيختار لي بص الحاجة الكاد. طب انا دلوقتي عايز يعني بطريقة معينة خليه ما يختارليش حاجة الكاد دي، اروح اعمل لها بن تاني سوري من هنا واختار اللوحة كده، انا عملت لها بن خلاص. هلاقي هنا من تحت حاجة اسمها ايه، سيلكت بند اليمنت، تمام. لو انا مفعلها، تمام. لو انا مفعلها من هنا بصوا، لما انا فعلتها مش قادر ان انا اختار البند اليمنت، فاقول له لا الله يخليها لي كده معموله يعني. يعني ايه؟ انا دلوقتي عملت لوحه الكاد بن من هنا خلاص وبقى معمول لها بن، فجيت هنا كون ان انا معمول عليها علامه الصح دي يعني مش معمول سوري علامه الغلط، يبقى انت كده مش قادر يعني تقدر تختار براحتك خلاص. بص اهو بقدر اختار فيها، لكن لو انا خليتها كده مش متفعله خلاص بصوا ما اقدرش ان انا اختار في حاجه الكاد، بختار حاجه الريفت بس، تمام. ده بس عشان المشاكل اللي بتسببها الحاجات الامبورتد من الكاد. طبعا عشان اعملها لازم اكون عامل بن للوحة بتاعت الكاد، تمام. طيب دلوقتي احنا هنحتاج شوية الكاد بقى، ف خلاص انا هحتاج ان انا هختار فيه فمفعلهاش عشان اقدر ان انا يعني اتحكم في حاجة الكاد دلوقتي، لان احنا دلوقتي احنا هنحتاج نعمل الاعمدة. نيجي بقى دلوقتي ان احنا عايزين نعمل الاعمدة، خلاص عملنا المحاور والاعمدة سوري المحاور الافقية والرأسية، عايزين نعمل الاعمدة. نشوف اي عمود وليكن مثلا العمود ده اللي هو ابعاده 25 سنتي في 50 سنتي، فهروح اعمله من هنا structure column واختار مثلا ده، وبعد كده edit type duplicate هسميه والله 25 في 50، اغير الابعاد بتاعته اخلي دي ربع ودي نص، اوكي خلاص عملهولي اهو. طيب دلوقتي انا عايزك احطه،
هلاقيه فين؟ هنا عند محور 4 و دال، 4 دال، يعني 4 اهو، وده فهو ده العمود اللي انا عايز احطه. خلاص دلوقتي احدد الهايت بتاعه، اقول له والله هيبدأ من ال RC level، سوري، من هنا لحد. طيب مبدئيا العمدان دلوقتي انا حطيت المحاور في المنسوب بتاع البي سي ليفل، هنا مش هنبدا العمدان، العمدان هتبدا من الار سي ليفل، فممكن اروح اعمل لها اوفست بعد ما احطها، او ان انا اطلع في الدور اللي فوق بقى. خلاص طيب هعمله ازاي الموضوع ده؟ انا كده خلاص حطيت المحاور والاعمده في كل الادوار، فممكن اروح عامل من هنا، اروح مختار لوحه الكاد نفسها، موديفاي، اعمل لها امبن، بعد كده اختارها واقول والله لا احطها لي بقى في الار سي ليفل، ابلاي كده، اطلع في الار سي ليفل هلاقيها اتحطت هنا. تمام طيب انا دلوقتي بقى عايز احط من هنا العمدان بقى هتبدأ. خلاص فيجي الاستراكشر كولوم، خلاص اخترت القطاع بتاعه 25 في 50، خلاص عايز احطه هنا هحطه. طب هو دلوقتي جه رأسي وانا وهو افقي، فراح عامل المعلمة المسطرة يروح لافف، واجي هنا احطه في اي مكان مثلا في تقاطع المحورين دول. تمام طيب دلوقتي انا عايز احركه، اولا الكتابة دي انا مش هحتاجها فامسحها. طيب دلوقتي انا عايز احركه بقى عشان يجي في مكانه ده بالظبط، هنعمله بامر الاين سهل جدا. بس امر الاين لو تفتكروه كنا بنستخدمه لما عايزين نحرك حاجة لحاجة، بنعمل الامر، بعد كده بختار اول حاجة الخط الثابت اللي انا عايز انقل ليه، اختار ده، وبعد كده اختار الخط التاني بقى اللي انا عايز انقله له اللي هو ده، اروح ناقل لي العمود هنا. طب اعمل كده بقى في نفس البعد التاني بامر الاين برضو، واختار الخط الثابت اللي هو من لوحة الكاد، وبعد كده اختار الخط اللي عايز انقله ليه، هيروح ظابط لي الابعاد بتاعت العمود مكان العمود اللي في لوحة الكاد بالظبط، واجي اعمل كده بقى مع كل الاعمدة، واجي اختار العمود، اتاكد ان البيز ليفل اهو الار سي ليفل، وهيبدا مثلا توب ليفل لحد الجراوند لحد الفيرست زي ما انا عايز. خلاص ده هعمل نفس الموضوع ده كده مع كل الاعمده. طبعا ما ننساش عشان ننقل اللوحه بتاعت الكاد من منسوب لمنسوب لازم اكون عامل للوحه امبن، وابدا اكرر ده كده مع كل الاعمده لحد ما ارسم كل الاعمده. تمام طيب نيجي بقى في حاجه، ان انا مثلا احتجت ان انا عايز اشيل السوري بتاع ده اللي هو الابعاد بتاعه الكاد. طب انا دلوقتي لو عايز اشيلها هعمل ايه؟ من هنا لما اختار اللوحه من هنا الكويري دي، واختار اللاير نفسها اللي هي بتاعه الدايمنشن، واقول له والله هايد او ديليت، ديليت لو عايز امسحها خالص، هايد لو انا عايزه يخفيها لي بس. خلاص انا عملت له هايد. طب عايز ارجع في كلامي ان انا اظهرها من فيو، فيو فيزيبيليتي جرافيكس، امبورتد كاتيجوريز، هلاقي الدايمنشن اهي مش متفعله عشان كده هو خفاها. تمام وممكن برضو اخفيها من هنا، يعني خلاص يعني ممكن اخفيها من كويري او من هنا، ومن هنا اروح مرجعها اظهرها تاني، او من هنا ممكن اخفي واظهر على طول يعني. اوكي هتروح راجعه تاني. خلاص طيب ده بالنسبه لو عايز اخفي اي لير معينه مضايقاني كده. بقى انا مثلا خلصت لوحه المحاور والاعمده. تمام طب عايزين بقى نحط لوحه تانيه، مثلا المحاور والأعمدة خلصت، فهبدأ بمثلا سقف المتكرر. خلاص هعمل ايه؟ هعمل نفس الكلام مع السقف بتاع المتكرر، هختاره بعد كده كنترول سي وافتح لوحة جديدة درون، اختارها مثلا امبريال من هنا، بعد كده كنترول في بحطها في اي مكان، وبعد كده اتأكد من اليونتس بالمتر، بعد كده فايل سيف از اسميها دراجون 2 مثلا، بعد كده اروح بقى للريفت، ابدا بقى مثلا هحط ده في منسوب الجراوند ده مثلا. تمام طيب هنلاقي في منسوب الجراوند اللوحه بتاعت الكاد راحت تقريبا بالغلط، فهختارها واعمل لها امن، بعد كده اختارها واعمل ديليت، اتمسحت.
خلاص ده العمود اللي احنا عملناه، فهو اوريدي مكمل لحد ما نسوب الجراوند. خلاص طب دلوقتي انا عايز احط هنا مثلا لوحة جديدة، خلاص اللي هو بقى لوحة سقف السقف المتكرر، هتستمر مثلا من الجراوند لحد تالت دور مثلا. خلاص بعد ما حفظتها اقفلها بقى في الكاد، واعمل من هنا انسرت امبورت كاد دروينج 2، نفس الكلام من هنا بلاك اند وايت واللايرز بالمتر. لا هقول لي اقول لي اختار من هنا بقى البليس اد جراوند. خلاص وانا كده كده واقف في منسوب الجراوند هنا، اقول له اوبن هتجيلي. بصوا المشكله بقى انها هتجيلي مترحله. خلاص طيب الموضوع بسيط جدا، المحاور هنقل منها بس من يعني هعمل موف اللوحه دي من نقطه ثابته لحد هنا. طيب هعملها ازاي؟ الاول اختار اللوحه، لازم اعمل لها امبن عشان اقدر انقلها، وبعد كده موف هنقلها من نقطة مثلا نقطة تقاطع المحورين دول، واروح احطها هنا. لازم اكون مفعل من السناب الانترسكشن، تمام متفعلة. اوكي طيب هنجربها تاني، اختار المشروع نفسه الكاد موف، اختار نقطة التقاطع دي. هحتاج ان انا افعل اظبط السناب، اشيل الاند بوينت واشيل الميد بوينت، خلي الانترسكشن لو جيت انقل كده مش هعرف لان الافقي ده كده بيشتغل. طب هعمل ايه؟ الحل بسيط يعني اختاره كده موف لاي مكان فوق بس، بعد كده هيبقى النقل سهل بقى. انقله من هنا من النقطة دي لحد هنا، تمام. انا كده نقلت لوحة الكاد مكانها، طبقتها على المحاور. اللي جاي بقى ان انا هرسم الكمرات والبلاطات. فدلوقتي احنا عرفنا المفروض بنكون عملنا الاعمده خلاص، يعني الخطوه اللي جايه دي دلوقتي ان انا هعمل البلاطات والكمرات، ولو في شير وولز يعني مش هتفرق. خلاص طب دلوقتي انا عايز اعمل الكمرات اللي هنا دي، وليكن الكمرات دي 25 في 70، فمن ستراكشر بيم اختار القطاع بتاع الكمره مثلا ده واعمل له ايديت دوبليكيت، خليه 25 في 70، أو نشوفه في اللوحة هو كام. 25 في 70 فعلا. أوكي وكده ظبط الدبس والويدث. أوكي ألاقي هو القطاع جه. طيب أجي بقى من هنا structure بيب، أه تاني صورة أنا كنت كده كده عاملها أهو، أختار بقى من هنا البيك لاين، تمام. بس هخلي من هنا الواي جاستيفيكيشن مش الاوريجين بقى مش النص، لا انا هخليه رايت او الليفت، لان هنا السنتر على حافة الكاميرا، فاقول مثلا رايت واجي ارسم هنا. لا هل اعملها لي لجوه، يبقى انا المفروض كنت اختار ليفت. خلاص اختار الليفت، اروح اعمل لي اهو الكاميرا مكانها، وهنا نفس الكلام، واجي اكمل الكاميرات عادي جدا اهو. خلاص انا كده عملت الكاميرات اهي، واقعد اكمل كده لحد ما اظبط كل الكاميرات. طيب البلاطات سهله برضو، هاجي كده نشوف سمك البلاطه كان كام، 16 سنتي مثلا. هاجي من هنا structure floor structure، وخليني اختار من هنا اعمل لها edit type duplicate واسميها 16 سنتي. اوكي اخلي الدبس ايديت، اخلي الدبس من بنفسي 16 واقول اوكي. اوكي واجي من هنا يا اما بيك لاين لو كانت اللوحة معمول لها لاير معينة مرسوم بيها البلاطات، لكن هنا في اللوحة دي بس تحديدا ما كانش فيه لاير للبلاطات، هي كان معتمد ان البلاطة هتتكون من داخل حدود الكاميرا يعني. فخلاص سهلة،
لو كانت مرسومة بلاير معينة كنت هعمل لها بيك لاين برضو واختار، لو مرسومة كده بالحدود ممكن اعملها انا بنفسي يعني من ريكتانجل واجي من هنا كده لحد هنا خلاص، وادوس فينيش هلاقيها اتعملت اهو خلاص وما عنديش اي مشكلة. تمام. طيب طبعا محاور اسمها داخلة جوه، احنا لو عايزين نحركها عرفنا بنحركها ازاي، بس دي كانت هي الموجودة هنا في اللوحة يعني. بصوا طيب عايزين نشيلها سهلة، بختار الخط اللي عايز اعدل فيه وإيديت، الغي التفعيل عند البلان فيو سيمبل اند 2 ما تفعلهاش، اوكي هيتشال ويفضل فوق بس خلاص. افضل اكمل كده بقى لحد ما ارسم البلان كله، والاعمدة بتبقى رابطة ما بين الادوار، واطلع بقى في الدور مثلا الدور الثالث او الدور الاول مثلا هعمل فيه نفس الكلام، واجيب البلان بتاعه من الكاد وهكذا، والاعمدة هتبقى رابطة بينهم، وبعد كده هيظهر المنشأ عادي جدا في 3D مفيش اي مشكلة. طيب طبعا كده واضح ان الاستيراد من الكاد للريفت اسهل بكتير، انا بمجرد ما بعمل الاليمنت هرسمه وبعد كده بختار البيك من الدرو خلاص من يعني بيم مثلا، وبختار البيك وبيبقى عندي الخط خلاص، وبفضل شغال بقى بالبروبرتيز دي وبختار القطاع، الدنيا سهلة يعني. طيب ده كده كل حاجة بالنسبة للانسيرت فروم اوتوكاد. نيجي بقى لاخر حاجة ساعات بنحتاجها، مش ده مش كتير يعني، ان احنا نصدر من الريفت للكاد خلاص. طيب خليني هصدر اللي انا عامله ده خلاص، هاجي في البلان بتاعه. خليني دلوقتي ان انا عايز اشيل بقى اللايرز بتاعت الاوتوكاد خلاص مش عايزها، ممكن اعمل لها ديليت وممكن اخفيها من فيو فيزيبيلتي جرافيكس، فخليني ان انا همسحها خلاص. وفي شوية الكاميرات اللي انا عملتها والاعمدة والبلاطات طبعا مش كاملة عشان انا مكملتش يعني. طيب دلوقتي سيب ان اللوحة الصغيرة دي انا عايز اصدرها للكاد من الريفت خلاص، من هنا من علامة الار دي، واقول اكسبورت كاد فورمات دي دبليو جي، وهنا هنا هظبط بس شوية حاجات الأول. اللايرز اللي أنا عايز أصدرها، اللاين ممكن أختار مثلا خط معين اعملوا لي لا داش اعملوا لي دوتد، بس الأفضل إن احنا نخليه اوتوماتيكلي جنريت. ده بالنسبة للتهشير لو عايز أعدل فيه أي حاجة. التكست والفونتس لو أنا برضو عايز تكست معين أو حاجة، بس يفضل برضو نخليها اوتوماتيكلي ماب فونت. الألوان نيجي بعد كده في اليونتس، طبعا دي مهمة جدا ان انا اخليها بقى بالوحدة اللي انا عايزها ولتكن المتر. وبعد كده في الجنرال اختار ان انت دلوقتي الروم والسبيس والاريا عموما صدرها لي كبولي لاين، هقول له تمام. تقول لي والله الاوتوكاد عايزه في اوتوكاد فورمات كام، 2013 ولا 2010 ولا 2007 خلاص، اقول له وليكن 2013. بعد كده بدوس اوكي، وبعد كده بدوس نيكست واعمل له سيف باي اسم، اسميه ريفت مثلا، اوكي. بعد كده اروح افتح اللوحه دي، لوحه الريفت اللي انا مسميها ريفت بس هي لوحه كاد، لو قلت الاقي المحاور اللي انا كنت عاملها والكمرات بالتهشير بتاعها والعمود اللي انا عملته والولاتر السوليد بس. فده كده لو احنا عايزين نصدر من الريفت للكاد. نيجي لحاجة تانية، دلوقتي أنا صدرت بلان 2D راح للكاد ك2D عادي. طب دلوقتي لو أنا عايز أصدر 3D، هاجي أقف بس أخلي الفيو 3D ونفس الكلام، إكسبورت كاد فورمات دي دبليو جي، وأتأكد إن من هنا فيو 3D، وبرضه أظبط كل حاجة من هنا اليونتس والأوتوكاد فورمات، أقول له أوكي نيكست وأسميه بأي اسم وليكن 3D. اروح افتح بقى اللوحة الكاد دي هلاقيها فعل لي 3D في الكاد خلاص، والعمود اهو باين في الـ3D، الكاميرا باينة في الـ3D خلاص. فده لو احنا عايزين نصدر سواء 2D او 3D من الريفت للكاد. طيب احيانا بقى ملحوظة صغيرة كده، احيانا بحتاج ان انا اصدر اللوحة الـ3D دي تروح لي في الكاد ك2D، بحيث ان انا مثلا لو هعمل بريزنتيشن او حاجة خلاص. طيب بنعمل الموضوع ده ازاي؟ بنروح لقائمة فيو، ومن هنا هختار شيت واقول اللود لود، وفي تحت التايتل بلوكس خلاص اختار بقى والله اي نود ولا اي 1 ولا ايه اللي انا عايزه، اختاره مثلا اي 1
خلاص، وبعد ما اخترته A1 اقول له اوكي خلاص، هلاقيه عمل لي كده شيت. طب انا دلوقتي عايز اجيب الرسمه 3D، في هاجي من هنا من 3D فيو انقلها كده بنفسك حطها هنا، اي لو حطها لي كده كحاجه 2D يعني خلاص، وحطها لي جوه لوحه بحيث تروح افتحها في الكاد يبقى شكلها 3D بس هي رايحه لي في الكاد ك2D خلاص، بحيث لو هعمل برزنتيشن او حاجه. طيب بعد ما عملت كده ومن هنا ممكن ابدا اعدل فيها عاد تاني عادي لو انا عايز، بعد كده عادي جدا اعمل اكسبورت كات فورمات DWG، برضو اظبط كل حاجه اليونتس وكل حاجه من هنا، اقول اوكي نيكست يا شيت مثلا اوكي. لو جيت بقى فتحت اللوحة الكاد اللي انا كنت مسميها شيت دي اهو، بص اهو الشكل 3D بس موجود في لوحة ك2D خلاص. في نسخة تانية ممكن افتحها من غير الشكل الابيض ده يعني، هلاقي هنا فيها اهو نسخة تانية برضو بنفس الاسم، لو جيت فتحتها في الكاد اهو الاكس والواي يعني بلان 2D المفروض، بس بصوا الشكل ك3D خلاص. ده كده بالنسبة للاستيراد والتصدير من الكات او الريفت او العكس. يا رب تكونوا استفدتوا، يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا كل الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.